اهم التصريحات التي ادلى بها طبون بوفلقة في مؤتمره الصحفي امس ملخص البيان في التصريحات التي ادلى بها طبون بوفلقة وهي اولا ستين مليار دولار احتياطي الصرف في الجزائر ثانيا ستة اشهر من المخزون الغذائي ثالثا القينا القبض على اشخاص بصدد تهريب اربعة ملايين كمامة رابعا السجن وحجز السيارات لمخالفين الحجر خامسا المشكل في احترام الحجر الصحي سادسا لا عودة للمدارس سابعا الدستور لم يعد أولوياتنا ثامنا من يظن أن الجزائر ستتحطم بانهيار النفط فهو واهم تاسعا ألغينا مجلس الوزراء والحكومة خوفا من كورونا عاشرا لن أعزل نفسي في غرفتي شعب بريد ونظام فاشل شكرا على زيارتكم وما تنسوش تابوناو في لاشين وديرو جيم باش تدعمونا باش نستمروا شكرا